يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد في كل أسبوع في نفس الميعاد. الكتب والحواديت والحكايات عمرها ما بتخلص أبدا. الكتب هي إحنا، هي الواقع، هي الحاضر، هي الماضي وكمان المستقبل، هي سرد لحياتنا والأحلامنا. كتابنا النهاردة بيتكلم عن التكنولوجيا، التكنولوجيا اللي اقتحمت حياتنا وبقت جزء أساسي فيها ما نقدرش نستغنى عنها دلوقتي. الموبايل اللي في ايدينا طول الوقت وفي ايد ولادنا، جيل الانترنت والسوشيال ميديا، دلوقتي اي خبر في نفس اللحظة، اي حاجة بتحصل بتنتشر وبسرعة الصاروخ. يا ترى دي حاجة حلوة ولا دي حاجة تخوفنا؟ هو ليه زمان غير دلوقتي شوية في قصة الحوادث وفي قصة الأخبار اللي بتنتشر بسرعة دي؟ تفتكروا لأنه زمان ما كانش فيه حوادث؟ أكيد كان فيه، بس ما كانش فيه بث مباشر زي دلوقتي، ما كانش فيه موبايلات بتصور مواقع الحدث وبتنشره، وسوشيال ميديا بتنقل الحدث بتفاصيله وقت حدوثه، صوت وصورة بكل تفاصيله. عشان كده العالم دلوقتي انفتح كله على بعضه وبقى فيه معرفة وزيادة وعي عند كل حدث وعند كل تفصيلة جديدة بنعرفها وبتحصل في أي حتة في العالم. بيوصل لنا أي خبر في ساعتها وبسرعة رهيبة. التحول الرقمي بقى موجود في كل حاجة في حياتنا، وكمان الذكاء الاصطناعي اللي بقى فيه عنه دراسات كتيرة جدا قالت إنه خلال يمكن كام سنة هيلغي مهن كتيرة جدا، وظهور الروبوت اللي قدر إنه هو يتدخل في باستخداماته وبإمكانياته في مهن دقيقة جدا زي الطب. كمان الحقيقة إنه سرعة الوصول للمعلومة، بس المهم إنها تكون المعلومة الصحيحة، لأن إحنا يمكن واجهتنا مشاكل كتيرة جدا بإننا بنوصل بسرعة بس ما بنوصلش للمعلومة الصح. نعرف إزاي، نفرق إزاي، نتأكد إزاي ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المزيفة؟ تفاصيل كتير جدا هنعرفها النهاردة في كتابنا مع ضيفنا اللي هينورنا النهاردة في الاستوديو، وهو الكاتب والمهندس زياد عبد التواب. هو خبير التحول الرقمي وصاحب كتاب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. بس اسمحوا لي طبعا قبل ما استقبل ضيفي اللي هينورني في الاستوديو ولاننا طبعا اكيد مهتمين بكل ما هو جديد في الوسط الثقافي وكل اللي بيحصل في الفتره الحاليه في الوسط الثقافي. بيحصل حاليا معرض اسكندريه الدولي للكتاب في نسخته ال 19 واللي بدا يوم 15 يوليو ومازال مستمر ليوم 28 يوليو. هينضم لنا دلوقتي من خلال زوم الكاتب مارك امجد، واللي فاز بجائزه الدوله التشجيعيه لعام 2024، وهو أصلا اسكندراني، وهيكلمنا عن مشاركته في معرض اسكندرية الدولي للكتاب. أهلا بيك يا مارك. أهلا بحضرتك وشكرا جزيلا للاستضافة المشرفة دي. مساء الخير، وطبعا أولا ألف ألف مبروك. لا بارك بحضرتك، شكرا جزيلا لذوق. عايز أعرف منك رأيك إيه في المعرض السنة دي ورأيك إيه في معرض اسكندرية الدولي، وطبعا أنت أصلا سكندري فأكيد بتحضر المعرض كل سنة بانتظام. حقيقة السنة دي المعرض له وجهة مميزة جدا، لأن لما بنتابع أخبار الافتتاح بنلاقي إن سيادة المحافظ القريب أحمد خالد بنفسه كان متواجد بالإضافة لمعالي وزير الثقافة، وده شيء مبشر جدا ويدعو للتفاؤل، لأنه بيعني إن كل جهات الدولة المعنية مهتمة بهذا الحدث، وده شيء يخلينا مطمئنين في مستقبل ثقافتنا. أكيد طبعاً بتكون حريص جداً على التواجد كل سنة، المميز السنة دي وإيه المختلف السنة دي من وجهة نظرك؟ هو الحقيقة في حدث بالنسبة لي هيكون لأول مرة إنه هيتم استضافتي في إحدى الندوات الحديثة عن روايتي القابودان اللي فازت بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024 زي ما حضرتك ذكرتي. فأنا كل سنة كنت بحضر ولكن كزائر، اما هذه السنه فهكون متكلم، وده شيء يدعو للفخر، لانه يعني الواحد يتكلم على منصه مكتبه اسكندريه فده شرف كبير جدا، يعني اتمنى ان الواحد يكون قد. شايف ايه اهم الاصدارات المشاركه السنه دي وايه اهم الكتاب اللي مشاركين السنه دي في المعرض؟ والله علشان امنع نفسي من الحرج مش هقدر اتكلم عن اصدار بعينه، ولكن بقراءه سريعه للتقارير اللي موجوده بتلاقي ان في حوالي 75 دار نشر مشاركه هذا العام في الدوره 19 من المعرض، بالاضافه لان البرنامج الثقافي الادبي بيتضمن حوالي 160 حدث،
بيشارك فيهم 600 كاتب ومثقف ومفكر. البرنامج فيه زخم كبير، ويدل ان اللجان او الجهات اللي اشرفت على وضعه هي مهتمة في المقام الاول انه المعرض ما يكونش مجرد حدث سوري، وانما ان هو يكون حدث تفاعلي بين الجمهور اللي رايح علشان يحصل على استفاده بوجه ما، وما بين صناع المشهد الثقافي في مصر مش في اسكندريه. جميل. اهميه معرض اسكندريه من وجهه نظرك للكتاب بالنسبه لك طبعا ككاتب، وبالنسبه لك كواحد اسكندراني قارئ عندك شغف للكتابه مهتم بالوسط الثقافي. اسكندريه هي منبر الكوزموبوليتانيه في مصر. احنا يعني اسكندرانيه عندنا دايما اعتزاز قوي مصدره ان احنا شعوب بحر متوسطيه طبعا. عندنا افق دايما، او بنشوف نفسنا كده يعني عندنا افق اوسع، لان احنا ما عندناش حدود مننا للبحر للحياه للحريه. وده مش غريب على ان اسكندريه في وقت ما قبل الميلاد كانت هي عاصمه الادب في العالم الاغريقي، بالاضافه الى ان مكتبه اسكندريه هي رمز موجود قبل ما اسكندريه يكون لها اي هويه اخرى. فاعتقد انه حدوث معرض بضخامه مكتبه اسكندريه في مكان زي ده هو ليه خصوصيه ثقافيه، يعني واحنا موجودين هناك بنشعر ان احنا موجودين في مكان هو موجود يعني ليه تاريخ يساوي تاريخ الحضارات. جميل. انا سعيده جدا بلقائك، ومره تانية الف الف مبروك على الجائزه، وان شاء الله نشوفك قريب في الاستوديو بقى تنورنا. ميرسي ميرسي. الكاتب مارك أمجد بشكرك ونورتنا. وطبعا معانا دلوقتي تليفون مع الكاتب الصحفي وصانع المحتوى الثقافي أستاذ إسلام وهبان. أهلا بيك أستاذ إسلام. يا أهلا وسهلا. يا مساء الفل، إزاي حضرتك؟ طيب. الحقيقة يهمني أعرف رأيك إيه في معرض اسكندرية السنة دي، وكلمني عن مشاركتك في المعرض. يعني معرض اسكندريه الدولي للكتاب، او معرض مكتبه اسكندريه بقى، لان في معرض اسكندريه وفي معرض مكتبه اسكندريه. أيوة. فهو واحد من الاحداث الثقافيه المهمه جدا على المستوى المحلي وكمان الدولي. جميل. بيشارك السنه دي تقريبا اكثر من 600 مثقف، سواء كاتب او ناشر او اعلامي، في المعرض باكثر من 160 فعالية ثقافية. ودي طبعا حاجة مهمة جدا، وأنا شايف أنه واحد من أبرز الفعاليات الثقافية اللي بيستناها تحديدا المصريين اللي في الوجه البحري زي ما بنقول في اسكندرية والمحافظات المحيطة بيها، عشان يلتقوا بالكتاب اللي بيحبوهم ويتعرفوا على أهم وأبرز الإصدارات. طبعا. هل في اي فعاليات او ندوات شاركت فيها لحد دلوقتي في المعرض، او هتشارك فيها؟ انا باذن الله هيكون عندي ندوه يوم 25 يوليو يوم الخميس، ودي هتكون عن المحتوى الثقافي عبر منصات التواصل الاجتماعي. حلو. وهيكون معايا كمان الاستاذ او الكاتب الصحفي تامر عبد امين، والكاتب هيثم السيد المتخصص في الكتابه للطفل. حلو. وهنحاول نتكلم يعني خلال الندوه عن كيفيه تقديم المحتوى الثقافي عبر منصات السوشيال ميديا، وايصاله لاكبر شريحه من القراء والمهتمين بالشان الثقافي. جميل جدا. ايه رايك في الكتب وفي الكتاب اللي مشاركين السنه دي في المعرض، وايه اهم الاصدارات من وجهه نظرك المشاركه في المعرض السنه دي؟ يعني أنا ببقى شايف إن الأحداث الثقافية أو الفعاليات اللي بيقدمها معرض مكتبة اسكندرية بتبقى من أهم الحاجات اللي بتبقى موجودة، أو اللي بيبقى مستنيها القراء بشكل سنوي، لأن الكتب بتبقى موجودة أغلب السنة. ما بيبقاش يعني دور النشر مش بتبقى مركزة على إصدار كتب جديدة بشكل كبير خلال معرض مكتبة اسكندرية، بقدر اهتمامها بالمشاركه نفسها، وانها تبقى متواجده مع القراء سواء من اسكندريه او محافظات الوجه البحري. حلو. انا شايف ان مثلا في مكتبه اسكندريه قدشينه
خلال الدورة دي جائزة مكتبة اسكندرية للقراءة، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا، المهم جدا أي قارئ يتعرف عليها ويحاول يشارك فيها، ويكون فيها جوائز مالية كمان مميزة جدا. حلو. المركز الأول مثلا هيكسب 50,000 جنيه. كمان من الحاجات المميزة اللي تم تدشينها خلال الدورة دي هو سلسلة عارف، وهي سلسلة إلكترونية بتعرف القراء والمهتمين بالأدب والثقافة على أبرز الأماكن والأحداث التاريخية اللي موجودة بمصر. في كمان ندوات موجودة كتير في المعرض السنة دي، هتلاقي ندوات عن الكتابة التاريخية، ورش عمل عن الذكاء الاصطناعي، وكمان في فنانين هيكونوا موجودين زي الفنانة مي كساب، ليها ندوة، وصناع مسلسل جودر هيبقى ليهم ندوة، مسلسل حلو. أو فيلم رفعت عيني من السماء برضه هيبقى ليهم ندوة خلال المعرض. فالفعاليات الثقافية أعتقد هي البطل السنة دي في معرض مكتبة اسكندرية دوري الكتاب. التزامن المعرض مع الأجازات والصيف والمصايف، تفتكر ده قد إيه مأثر في نسبة الحضور، في التواجد، في اهتمام الـ 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 الناس أو الجمهور إن هم يكونوا متواجدين من جميع المحافظات مش بس من اسكندرية؟ أعتقد إن المعرض إقامته في فترة الأجازة دي شيء مميز، مش يعني مش شيء عكسي، لا بالعكس هو شيء مميز جدا، لأنه هيدي فرصة لعدد كبير جدا من الناس اللي حابين يسافروا او يروحوا اسكندريه، سواء من محافظات الوجه البحري او محافظات تانية. انا بسبب اختلاطي بالقراء بشكل كبير في مكتبه وهبان، عارف ان في قراء يعني مجمعين بعض وهيروحوا معرض مكتبه اسكندريه وهم مش من اسكندريه. ايوه. بمجرد ان في اجازات كمان، ده بيتزامن بالظبط يعني الايام الاولى من او الايام الاخيره اقصد من معرض مكتبه اسكندريه هيتزامن مع اجازات زي ثوره 23 يوليو واجازات نهايه الاسبوع. حلو. فهيدي فرصه اكبر لعدد كبير من الناس انهم يزوروا المعرض ويشاركوا من محافظات مختلفه مش بس من اسكندريه. جميل. ايه المميز السنه دي في المعرض؟ المختلف السنه دي في المعرض؟ الجديد اللي انت شايفه يا استاذ اسلام؟ المميز السنه دي في المعرض انا شايف ان اهتمام الناس ب التواجد والحضور بشكل كبير، وكمان اهتمام المنظمين للمعرض نفسه بتقديم شيء مختلف، بتقديم جميل. محتوى ثقافي مختلف من خلال الندوات، من خلال الحملات او السلاسل الجديده اللي بتصدر زي سلسله عارف او جائزه مكتبه اسكندريه. الاهتمام بالقارئ ده انا شايف انه من أكثر الحاجات المميزة السنة دي في المعرض. حلو قوي. أنا بشكرك على وجودك معانا عن طريق التليفون، بشكر الكاتب الصحفي وصانع المحتوى الثقافي الأستاذ إسلام وهبان، نورتنا وكانت مداخلة لطيفة جدا مع حضرتك. دلوقتي معانا تقرير صورته كاميرا يحكي من داخل مجلة سمير، هنعرف إيه منه؟ هنعرف منه إزاي المجلة بتشجع الأطفال على القراية خلال أجازات الصيف، إزاي ممكن نخلق اهتمامات جديدة عند الأطفال خلال الأجازة غير السوشيال ميديا وغير التليفونات وغير الأجهزة وغير التكنولوجي اللي مقتحمة حياتنا. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا دايما معروف ان في مجلة سمير بنقدم هدايا، هدايا للاطفال بسيطة طبعا. الهدايا عرفت من الاجيال الكبيرة والاجيال كمان الصغيرة، هم بنفسهم جدا يكون في الالعاب بتاعت زمان، الالعاب اللي هي الجماعية اللي احنا بدأنا نفتقدها النهاردة. النهاردة زي ما حضرتك عارف ان كل الاطفال بتشتغل على الموبايل، وده بيعمل حالة من الانفصال. الاطفال اللي بتشتغل على الموبايل طول الوقت وعمالة تلعب العاب وكده، ده بيخليها بتبقى العاب احادية، كل واحد مع نفسه. لا، احنا بنعمل بقى حاجة تانية، بنقدم مع المجلة هدية زي الليدو بتاعت زمان، السلم والتعبان، اللي هي الألعاب الجماعية الحلوة. الأسبوع ده قدمنا الشطرنج مثلا، اللي هي بتبقى
لعبة اتنين بيلعبوا او اكتر، فبيكون في روح الجماعة اللي احنا مطلوبة في الالعاب، الالعاب الاطفال. حاجة تانية بنعملها كمان على هامش المجلة، الورش الفنية. كل اسبوع عندنا ورشة فنية، الاطفال بيجوا لنا هنا في مجلة سمير، وهي طبعا ورشة فنية مجانية بقالها سنوات طويلة، وبيبتدوا يعملوا اشغال يدوية بايديهم على يد مشرفين. عندنا الاستاذ صدام النهاردة هو خبير في هذا الموضوع، في العرائس، في فن العرائس. عندنا ساعات بتيجي الاستاذه اسماء عادل، برضو هي خبيره في الالعاب اليدويه والاعمال اليدويه. يقعدوا الاطفال ينفصلوا تماما عن الاجهزه الموبايل ويبتدوا يشتغلوا بايديهم، واحنا بنصورهم. عندنا كبار المصورين الصحفيين بيجوا يصوروا وننشر الاعمال بتاعتهم في العدد اللي هو التالي على طول. ده نوع من ان احنا بنبعدهم اولا عن الالات اللي هم ملتصقين بيها طوال الوقت، وفي نفس الوقت بيعملوا حاجة جميلة بإعادة تدوير مثلا، أو بيعملوا حاجة جميلة من صنع إيديهم، فبتبقى حاجة مهمة قوي، وبيشوفوا نفسهم في تاني أسبوع بقى في المجلة، فدي حاجة بتسعد الأطفال. الورشة بتاعتنا ورشة العرايس بتقام كل أول سبت من كل شهر على امتداد احنا بقالنا تقريبا 6 سنين، وبالتالي احنا بنشتغل مع الاطفال في صناعه العرايس من اعاده تدوير. بنحاول على قد ما نقدر نفتح مع الاولاد شويه مدارك واذهان الاطفال ازاي ان هم يستفيدوا من الخامات اللي موجوده في اطار البيت، المدرسه، المكتبه، الحاجات اللي احنا ممكن نعملها اعاده تدوير، وبالتالي احنا بنعملها من خلال العرايس، بيهربوا شويه من فكره الاجهزه اللوحيه والايباد والحاجات دي. عشان احضر ورش العرايس وعايزه اتعلم رسم هنا. عايزه برضو يكتشفوا مهاراتي عشان هما مجله عالميه وبحب اللي هما يكتشفوا مهاراتي. المكان حلو قوي، احنا بنخترع حاجات، وكمان الحاجات اللي احنا بنعملها ممكن نعملها في البيت تاني، زي مثلا كنا احنا النهارده هنعمل شنط وكمان بنعمل عرايس وحاجات حلوه. لا بحب اجي هنا بدل الموبايل عشان بعمل عرايس بتسلى هنا. جيت الورشة هنا علشان عرفت ان هم بيعملوا ورشة جميلة، يعني بيعمل فيها عرايس وشوية انشطة، بيكلمونا عن حاجات مهمة، بيناقشوا مواضيع مهمة، فحبيت ان اجي اجرب. دي ثاني مرة ليه هنا في ورشة سمير، بنقعد نعمل عرايس وحاجات حلوة قوي بالورق، وبحب الورشة جدا وبحب الرسم عشان مستر صدام بيقعد يخلينا نعمل عرايس حلوة. بعمل عرايس ومجلات وكده. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومعانا منورنا المهندس زياد عبد التواب، الكاتب وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، اللي هنتكلم معاه عن كتابه المهم جدا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. هنعرف منه أكتر معلومات عن الذكاء الاصطناعي، يعني إيه ذكاء اصطناعي، إيه هي مجالات اللي ممكن يتم استخدامه فيها، إيه علاقته بالثقافة، أهمية البيانات في حياتنا، إزاي نقدر نوصل للمعلومة الصحيحة. وزي ما دايما بأكد على حضراتكم إن إحنا دلوقتي بقينا بنوصل للمعلومة بسرعة جدا، بس المهم ان احنا نكون بنوصل للمعلومة الصحيحة. باشمهندس زياد مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك، منورنا. الله يخليك. وفي البداية كده كلمني عن شكل التحول الرقمي بشكل عام، والتدخل الكبير للتكنولوجيا في حياتنا، والطفرة اللي حصلت في السنتين الثلاثة اللي فاتوا. طيب خلينا نبتدي الاول على موضوع التحول الرقمي بصوره عامه. يلا. الكمبيوتر احنا ممكن نقول انه من الاربعينات موجود، بس كان مقتصر على مهام معينه. مش اي حد بيقدر ان هو يبقى عنده الكمبيوتر، ما كانش في حاجه اسمها كمبيوتر شخصي، اللي هو في البيت كان بيبقى في مؤسسات كبيره، في مراكز بحثيه، في الطيران، في بنوك، لكن ما كانش المستخدمين العاديين عندهم القدره على التعامل مع الكمبيوتر. ده الكلام ده لغايه السبعينات او اخر السبعينات، لما ابتدى يبقى في حاجه اسمها الحاسب الشخصي اللي الناس تقدر تجيبه في البيت وتتعرف على امكانيات الكمبيوتر يعني. أوكي. بعد كده دخلنا في الثمانينات، ابتدى ينتشر اكتر الكمبيوتر، لغايه ما دخلنا في التسعينات، ودي بقى النقطه الفارقه قوي، هي شبكه الانترنت. شبكه الانترنت يعني الكمبيوتر بتاعي مش هيبقى مقتصر على البيانات اللي فيه بس، لا، ده الكمبيوتر بتاعي بقى مرتبط بشبكه فيها كمبيوترز تانية، والكمبيوترز التانية فيها بيانات، ونقدر ان احنا نتبادل مع بعض
البيانات. فدي بداية شبكة الإنترنت. دخلنا في الألفية الجديدة، ابتدى يبقى فيه طرق أسهل للتعامل مع التكنولوجيا، بدل الكمبيوتر الصعب، البرامج الصعبة، بقى فيه تابلتس وفيه تليفونات ذكية بالتاتش، بحيث أن أنا أقدر أستعملها بسهولة. الشبكات سرعتها بقت عالية جدا، حجم البيانات اللي تم رقمنتها بقى كبير جدا. دخل في الموضوع، كان في الأول بقول لحضرتك في المجال الأكاديمي بس، دخلنا بعد كده في المجال البيزنس. الشركات بقت بتنزل تعلن عن المنتجات بتاعتها، الحكومات ابتدت يبقى ليها تواجد على شبكة الإنترنت، ابتدت تقدم الخدمات الحكومية بتاعتها على شبكة الإنترنت. بقى في ثقافة، بقى في فن، بقى في رياضة، بقى في تعليم، بقى في صحة، كل الحاجات دي بقت موجودة على شبكة الإنترنت. وابتدى المفهوم يتحول من يعني أن أنا يبقى عندي حاجة إلكترونية إلى أن أنا يبقى عندي حاجة رقمية. وهدي حركة الفرق بسيط ما بين الإلكتروني والرقمي. في الكتاب، لو أنا عندي كتاب ورقي والكتاب الورقي ده عملت له سكاننج بحيث أن أنا بقى عندي منه نسخة على الكمبيوتر، النسخة دي من الكتاب اسمها كتاب إلكتروني، لأن هو مجرد سكاننج للكتاب بس. لكن الكتاب ده لما يتحول إلى أنه يبقى كائن حي، يعني مثلا عايز أقول لحضرتك مثال، لو في كتاب فيه جداول وفيه أرقام وكده، لو أنا بعمل له سكاننج وحوله على الكمبيوتر يبقى إلكتروني، هتفضل نفس البيانات اللي فيه هي نفسها البيانات اللي في الكتاب الورقي. أوكي. لكن لما أحوله أنه يبقى أنه يبقى رقمي، في الحالة دي هيبقى مرتبط الكتاب نفسه الرقمي بقواعد بيانات، بحيث أن ممكن البيانات اللي فيه تتغير بكتاب نفسه بيتصل في فيديو، هشوف الفيديو أتحرك في الفيديو جوه الكتاب الرقمي. فده اللي هو المرحلة اللي هي ما بعد الإلكتروني، انتقلنا لمرحلة الرقمي. والرقمي طبعا زي ما حضرتك عارفة كان الدول والأفراد كلهم بيحاولوا أن هم ينتقلوا للتحول الرقمي. كان في معوقات، صعوبات، تكلفة، قوانين تتحط، تمويل يبقى موجود، لغاية ما جت كورونا وأجبرت العالم كله إنه ما عندوش حل غير إن هو يتحول رقميا. أنا في إغلاق في الاقتصاد، عجلة الاقتصاد في العالم كله بتتوقف. أيوه. لا عارفين نتعلم ولا عارفين ندرس ولا عارفين نشتغل ولا عارفين نتعالج ولا عارفين نعمل نتقابل حتى ولا عارفين عشان نقدر نتبادل المصالح أو نتبادل الكلام أو نتبادل المناقشة أو نتبادل أي حاجة. بالضبط. فغصبا عننا بقى في الوقت ده كلنا ابتدينا نلجأ للعمل عن بعد والتعليم عن بعد والعمل عن بعد واللقاءات الإنسانية تحصل كلها من خلال الشاشات. صحيح. فنعتبر أن المستفيد الوحيد أو الأكثر مستفيد من الكورونا، الوباء البشع اللي حصل في العالم كله ده، هو التحول الرقمي. وحصل فيه تطور، هو الأكبر العالم على التحول الرقمي، حصل إسراع كبير قوي في معدلات التحول الرقمي على مستوى العالم. حلو قوي. يجي بقى من ناحية تانية الذكاء الاصطناعي. ده بقى اللي احنا لسه مخضوضين منه. تمام. يعني احنا خلاص خدنا على موضوع التحول الرقمي، الكل ابتدى يتكيف معاه والكل ابتدى يتعامل معاه، واللي ما كانش بيعرف يتعامل معاه ابتدى يتعامل معاه بجميع أعماره وبجميع أشكاله وبجميع الوسائل اللي بتضطرك إنك تتعامل مع التحول الرقمي في وقتنا الحالي. يجي بقى الذكاء الاصطناعي. طيب. ببساطة. تمام. تفهمنا وتفهم المشاهد يعني إيه ذكاء اصطناعي. طيب حاضر. قبل ما نقول يعني إيه ذكاء اصطناعي، خلينا نقول ما هو الذكاء الطبيعي. ماشي. يعني البني آدم يبقى ذكي إزاي، أو يعني العقل بيشتغل إزاي. عقل البني آدم بيشتغل بأنه بيبقى عنده خبرات. حلو. مواقف بيتعرض لها، نصايح، معلومات، دروس بيتعلمها، كل ده بيخزنها، خبرات حياتية بشكل عام، بيخزنها في عقله. ماشي. ولما يتعرض لموقف جديد يبتدي يطلع الخبرات دي ويجري عليها مجموعة من العمليات العقلية، مقارنة، تحليل للحاجات السابقة، وبعدين يطلع بقرار جديد أو بحاجة جديدة. فنقدر نقول إن واحد ذكي أو واحد أقل ذكاء، إن الذكي ده بيعرف يلقط ويربط يربط ما بين الحاجات وبعضها، ويقدر إن هو يطلع بحاجة بقية الناس اللي حواليه اللي هم أقل ذكاء مش عارفين يعملوه. أوكي. بنفس الكيفية دي احنا قلنا طب ما هو طالما العقل البشري بيانات وعمليات بيعملها علشان يطلع بقرار، طب ما الكمبيوتر نفس الحكاية. الكمبيوتر بيتخزن فيه بيانات كتيرة، وفي برامج على الكمبيوتر هي اللي بتعمل عمليات عقلية أو عمليات حاسوبية على البيانات دي، وبعدين تطلع نتيجة في الآخر. ابتدوا سنة 1956 يتكلموا على مبدأ اسمه الذكاء الاصطناعي، مش حاجة جديدة يعني. قالوا طب ما احنا دلوقتي العقل الإلكتروني اللي هو الكمبيوتر ندخله بيانات، نعمل عليها برامج تشتغل، نطلع نتيجة. لكن في الوقت ده في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات كان عندنا أكتر من مشكلة فنية. المشكلة الأولانية إن ما عندناش بيانات كتيرة رقمية موجودة
نقدر نغذي بيها الكمبيوتر. دي اول مشكله. المشكله الثانيه الكمبيوتر نفسه كان قدراته البروسيسنج باور بتاعته كانت قليله قوي، فما يقدرش ان هو يعمل بروسيسنج للبيانات دي ويطلع نتيجه بسرعه. لكن دخلنا بقى في الستينات السبعينات الثمانينات ابتدت الكمبيوترز تبقى سرعتها اعلى، كميه البيانات المرقمنه بقت ديجيتال داتا بقت كتيره، لغايه ما دخلنا للانترنت، دخلنا في الالفيه الجديده شبكات التواصل الاجتماعي، وبقى ابتدى يبقى فيه كونسبتس ثانيه او مبادئ ثانيه، حاجه اسمها انترنت الاشياء. انترنت الاشياء يعني مش مجرد ان الكمبيوتر هو اللي متصل بشبكه الانترنت، بقت الاشياء كلها متصله بالانترنت. الاشياء اللي هي ايه؟ اللي هي العربيه، الستاره اللي في البيت، الثلاجه، الغساله، الكاميرات اللي في الشوارع. بقى في حاجه الساعه، في حاجات كتير، وكل الحاجات دي عماله تطلع كميه مهوله من البيانات. فكده الطريق بقى ممهد قدام الذكاء الاصطناعي ان هو يشتغل، بقى في بيانات كتير قوي، البروسيسنج باور بتاع الكمبيوترز بقت عاليه جدا، والبرمجيات بقت متطوره قوي، فنقدر كده ان احنا نطلع نتيجة من هذه العملية هتبهر البني آدم وتحسسه إن لا ده كده ذكاء اصطناعي. حلو قوي. إيه شكل الإبهار بقى اللي أنا هستفيد بيه؟ يعني أنا نهاردة كمواطنة عادية جدا، أنا إيه شكل الإبهار اللي أنا هستفيد بيه من الذكاء الاصطناعي؟ تمام. الكلمتين اللي أنا قلتهم دول لغاية نوفمبر 2022 كانوا برضو الناس كلها مش حاسة بيهم قوي. لغاية 30 نوفمبر 2022 طلع برنامج اسمه تشات جي بي تي. تشات جي بي تي هو برنامج بمنتهى البساطه برنامج للذكاء الاصطناعي. هو على فكره برامج الذكاء الاصطناعي بيسموها خوارزميات الذكاء الاصطناعي. هو مجرد بروجرام، يعني كمبيوتر بروجرام بس بيسموها خوارزميات. التشات جي بي تي ده بيشتغل على حاجه اسمها لارج لانجويج موديل، نماذج لغويه كبيره. حلو. داخل له كميه كبيره جدا من البيانات، داخل له كتب، داخل له روايات، داخل له مقالات، ابحاث، الشات اللي الناس بتعمله، كل الكلام ده داخله. وهو بالخوارزميات بتاعته لما انا اساله سؤال اقول له نبي اكتب لي مقال عن الموضوع الفلاني، هيروح رايح البرنامج هيطلع من كل البيانات اللي عنده من ويقارن هنا ومن هنا ومن يقارن هنا ويقارن ويطلع لحضرتك ويروح مطلع لي حاجه تبدو ان هي جديده، لكن هي معتمده على الحاجات اللي معتمده على البيانات اللي عنده اوريدي، وهيطلعها بسرعه. ليه؟ لان الكمبيوتر بقى بيطلع الحاجه بسرعه. فاول ما طلع البرنامج ده كل الناس انبهرت بيه، ايه ده انا ممكن البرنامج ده اطلب منه ان يكتب لي روايه فيعملها لي، يكتب لي مقاله يعملها لي، يعمل لي الواجب، يساعدني في الدراسات العليا. بيطلع لي نتائج كويسه. الاول ابتدى بالانجليزي، وبعد كده ابتدت اللغات كلها تبقى موجوده، ابتدى العربي يبقى موجود، ابتدى تشات جي بي تي في الاول ما كانش مرتبط بشبكه الانترنت، يعني كان برنامج لوحده، كنت تساليه على بيانات او على اخبار يجيب لك اخبار من اخر بيان دخله. لكن بعد كده تشات جي بي تي تطور وبقى متصل بشبكه الانترنت، فبقيت لما اطلب منه خبر واقول له ايه رايك في الخبر ده، الخبر اللي لسه حاصل من نص ساعه ولا بتاع، بيخش يجيب الخبر ويجيب اراء الخبراء اللي اتكلموا عن الخبر ويروح مطلع لي نتيجه. فهي حاجه مبهره. ده في مجال اللغوي اللي هو التكست بس. في برامج زيه بتشتغل على حاجات تانية، بتشتغل على الصورة، بتشتغل على الصوت، بتشتغل على الموسيقى، بتشتغل على الفنون التشكيلية. يعني أنا أطلب منه أنك تعمل لي لوحة عن حاجة معينة، يروح مطلع لوحة. بيطلع اللوحة إزاي؟ بنفس الأسلوب. البرنامج ده داخل له لوحات كتيرة جدا، وأنا لما بطلب منه كده هو بيقعد يشوف اللوحة دي وياخد لون من هنا على شكل من هنا على ويطلع اللي حضرتك طلبته ويروح مطلع حاجة جديدة. تمام. خلينا نقف هنا ونطلع لفاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية نكمل كلامنا عن التحول الرقمي، ونتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتأثير ده بقى على الثقافة وعلى الوسط الثقافي ممكن يكون عامل ازاي بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه معانا ومنورنا الكاتب والمهندس زياد عبد التواب اللي بنتكلم معاه عن كتابه الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. اهلا بحضرتك مرة تانية. اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، اتكلمنا عن التحول الرقمي. يهمني اعرف من حضرتك أهمية الذكاء الاصطناعي او ايه الإضافة اللي ممكن يضيفها الذكاء الاصطناعي في الوسط الثقافي. ايه انا ممكن استفيد منه في الوسط الثقافي مثلا من التحول الرقمي مش بس من الذكاء الاصطناعي؟ هو التحول الرقمي فاد المجال الثقافي بصوره كبيره جدا. يعني انتشار للكتاب، يعني انا لما كنت الف حد يعمل كتاب وينشره ممكن الكتاب ده يشتريه كام واحد، لكن الكتاب ده لما يبقى رقمي ويتحط على منصه من المنصات يوصل لعدد اكبر من الناس ويتباع برضو، يعني مش ان هو يتحط مجانا. ممكن الكاتب ولما بيعمل مقال او بيكتب روايه او حاجه ويحطها على منصه من المنصات يجيله تغذيه عكسيه، فيدباك على طول سريع من الناس اللي بتقرا يقولوا له رايهم في الحاجه دي. احيانا حاجه الكتاب كانوا زمان ما بيقدروش ان هم يوصلوا لها، يعني يعرف اذا كان ذائقه الجمهور كده الحاجه دي كويسة.
دي حاجه شبه ريفيو مثلا اللي احنا بنشوفه على البرودكتس او على الحاجات او على الاعمال. بالظبط ريفيوز واليوزر كومنتس بيقولوا ايه على المقال بتاعه وبيقولوا ايه عن الحاجه اللي هو بيكتبها. زائد ان التحول الرقمي ادى الى ان يبقى فيه نشوء اوجه جديده او طرق جديده للثقافه، يعني مش لازم الثقافه كلها تبقى مقروءه. في حاجه اسمها مثلا الكتاب المسموع طبعا. انا دلوقتي قاعد في العربيه ساعتين مش عارف امسك كتاب، في الجيم بلعب رياضه مش عارف امسك كتاب طبعا. بس ممكن لو بسمع الكتاب بصوره مسموعه بالزبط. هيبقى مفيد. ما عنديش وقت قوي ان انا اقرا الكتاب كله او اسمعه كله، ممكن يختصر لي المختصر ليه، ممكن يعمل لي ريفيو صغير عن الكتاب مثلا في فيديو 3 دقائق ولا حاجه، اعرف فكره عامه عن الكتاب لو عجبني بحيث ان انا ممكن اقراه بعد كده. يعني ده من المجال، من المجالات ده بيحصل في الكتب، بيحصل في الاعلام، يحصل في الصحافه، يحصل في كل حاجه، التحول الى الصوره الرقميه دي. وفي جزء تاني من الفوائد بتاعته ان انا دلوقتي خلاص ما بقاش عندي مشكله الترجمه زي زمان. انا كنت زمان علشان اترجم او عشان اوصل لمناطق ما بتتكلمش اللغه العربيه كان الموضوع صعب ومحتاج مترجم ومحتاج ناشر وقصص دي. لا دلوقتي انا الكتاب هحطه بالعربي والشخص اللي في الطرف الثاني بمنتهى البساطه باستخدام ادوات التحول الرقمي بيقدر ان هو يترجم الكتاب ويقراه. يعني دي حاجات من الحاجات البسيطه اللي ممكن التحول الرقمي يساعد فيها. لكن لو جينا بقى نتكلم عن الذكاء الاصطناعي الموضوع بقى مختلف تماما. لان انا بقول الذكاء الاصطناعي احيانا بيطلع حاجات تبدو ابداع جديد. يعني انا لما اطلب منه الف لي كتاب ويروح عامل لي، يعني في مثلا كاتب امريكي كتب 96 كتاب في 9 شهور باستخدام الذكاء الاصطناعي ونزلهم على المنصات وتباعوا، وهو بيقول ان الكتاب ما بياخدش معاه اكتر من 8 ساعات عشان يخلصه، كتاب 300 صفحه روايه. بيعملها ازاي؟ بيعملها بالذكاء الاصطناعي. يطلب منه يقول له انا عايز روايه عن الموضوع الفلاني اكتبها لي، فيروح كاتب له الجسم بتاع الروايه، وبعدين يبتدي يقول له الفصل الاول لا زود لي في الحته دي، انا عايزك تخلي البطل يعمل كذا، يروح كاتب يقول له في ما لا يزيد مثلا عن 3000 كلمه، ياخد دي وياخد دي وياخد دي، وهو في الاخر يحطها في سياق واحد ويطلعها ويقول ان ده كتاب انا عملته بالاستعانه بالذكاء الاصطناعي. ممكن مؤلف موسيقي عايز يعمل مقطوعة موسيقية فيها مثلا مشاعر مثلا خوف وتوتر وبعدين يطلب ده من الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي بيخش على السيمفونيات اللي موجودة قبل كده اللي هي ليبلد ان الحتة دي حزن الحتة دي توتر بتاع، يبتدي يطلع له حاجات شبهها ويطلعها، يعمل لي لوحة فنية جديدة. وممكن اطلب منه انه يعمل لي الحاجة باسلوب حد من اللي موجودين، يعني انا ممكن اقول له اعمل لي لوحة فنية للهرم باسلوب بيكاسو، هو عارف بيكاسو بيشتغل ازاي وخطوطه عامله ازاي، يروح مطلع حاجه بنفس ده الصورة. في ابداع من وجهه نظر حضرتك؟ يعني هل حضرتك شايف انه الابداع البشري او التميز البشري او الـ 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 الانتاج البشري اللي فيه طعم وفيه روح وفيه ذوق وفيه اسلوب ده ممكن يتم يعني الغائه بالذكاء الاصطناعي؟ لا مستحيل. لا طبعا مستحيل. بس الذكاء الاصطناعي أكيد. ممكن اكيد بس يعني احنا اكيد بنتصالح مع التكنولوجيا واكيد بنحب التكنولوجيا واكيد بنستفيد منها في حاجات كتير، وانا دايما بقول كده انه اي حاجه بتطلع جديده بتخضنا، احنا بنتخض في الاول لان احنا الفترات اللي فاتت دي شفنا حاجات كتير قوي كان ابعد ما يكون ان احنا ممكن نوصل لها، ولما كانت تتحكي ما نصدقش ان احنا هنعرف نتعامل بيها. النهارده بنقول هو احنا كنا عايشين قبل كده ازاي، هو احنا كنا عايشين من غيرها ازاي. بس ده ما يمنعش انه في الاخر اكيد كل واحد فينا ليه بصمته الخاصه جدا بالزبط. اللي مهما تطور الذكاء الاصطناعي في الاخر هو مش هيديني نفس الطعم اللي انا بقدر اعمله او نفس المنتج اللي انا بقدر اطلعه. الروح بتاعتي مش عمر الذكاء الاصطناعي على الرغم من انه تم استخدامه في حاجات كتير زي الروبوت مثلا في المهن زي مثلا الطب، تم استخدام بعض الـ 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 في الاشكال في بعض الحاجات زي كده، بس هل ده فعلا ممكن يتم استخدامه بشكل عام يعني في كل حاجه؟ لا، في حاجات بتبقى عايز اسميها ايه ميكانيكيه او واضحه قوي دي ممكن الذكاء الاصطناعي يعملها زي الكمبيوتر زي شغل الكمبيوتر زي شغل البرمجه زي البرمجه ان انا ابرمج حاجه معينه فبالتالي هي تديني النتيجه فتعمل اللي انا مش قادر اعمله او اسرع من اللي انا مش عايز اعمله بالظبط. ولو رجعنا للابداع برضو انا ممكن اطلب انه يكتب لي روايه، هيكتب لي روايه واحداث وناس رايحه وناس جايه وبتاع، بس الروح بقى اللي هي ال 5% الاخيره بالزبط. دي بتاعتي انا بقى بالزبط. دي انا اللي اقدر احطها
عمر الذكاء الاصطناعي ما يقدر يعملها. حضرتك لما تقري حاجه لنجيب محفوظ من غير ما تبقى عندك الغلاف بتاعها هتعرفي ان ده نجيب محفوظ، لما تسمعي حاجه لبليغ حمدي هتعرفي ان ده بليغ حمدي. لكن الذكاء الاصطناعي عمره بقى ما بيوصل للجزء الاخير ده، هو ده بقى ذا لاست 5%. هو ده اللي احنا بنقوله تحليل البيانات وفكره تحليل البيانات. وحضرتك اتكلمت عن كتابك في كتابك عن الجزئيه دي، اشرح لنا ايه هو تحليل البيانات من وجهه نظرك، وايه اللي كان يهمك انك توصله للقارئ من خلال كتاب حضرتك؟ عايز اوصل طبعا، هو الكتاب انا بحاول اعمله بمنتهى البساطه، يعني عايز اوصل منه فكره ان التكنولوجيا ما هياش حاجه معقده، ان التكنولوجيا احنا بنحتك بيها والذكاء الاصطناعي بنحتك بيه شئنا ام ابينا. والجزء الثالث ان هي مسالمه واحنا ممكن نستفيد بيها بحيث ان احنا نحسن من حياتنا المختلفه المهنيه والدراسيه وغيره. تحليل البيانات ده، وحتى لو اتكلمنا على تحليل البيانات قبل التكنولوجيا وقبل اي حاجه، مفيش انسان يقدر يعيش على وجه الارض بسلام من غير ما يبقى عنده القدرة على تحليل البيانات اللي موجودة حواليه. تمام. بأي نوع من أنواع البيانات. تمام. لكن طبعا كل ما البيانات ما تكتر قوي العقل البشري مش هيقدر إن هو يحللها لوحده. هيحتاج الكمبيوتر إن هو يبقى فيه الخوارزميات عامل مساعد طبعاً عشان يحللها. للتحسين للتحقيق للتنفيذ طبعا. هدي حضرتك مثال بسيط جدا، لو حضرتك طالعة من البيت وعايزة تروحي مشوار معين فبتجي على الجي بي اس وبتقولي له الطريق منين. فالجي بي اس هو اللي بيحلل الطريق وبيعرف الطريق الزحمه فين والطريق الفاضي فين ويختار لك الطريق طبعا الاسرع، ومش لازم يكون الاقصر، ممكن طريق اطول. فهو ده جزء تحليل بيحلل وقتي اللي بيحصل عامل ازاي. هدي مثال غريب قوي اللي تحليل وبقى جزء لا يتجزأ من حياتنا برضو بالزبط يعني النهارده ما حدش ما تقدرش بالظبط. بس يعني بس في خطوره بقى عايزه اتكلم عنها كمان شويه. ايه بقى؟ ان انا اعتمد عليه والغي عقلي. مثال زي الآلة الحاسبة، لو حضرتك تفتكري زمان كان الناس القديمة بتعرف تحسب من غير آلة حاسبة. عملية معقدة جدا، تلاقي غمض عينيه كده وراح حاسبها لك. لما جت الآلة الحاسبة في آخر السبعينات الثمانينات خلاص دلوقتي سبعة في تسعة في كام مستحيل. قدراتنا العقلية في العملية الحسابية قلت. أيوة. ودي العمليات الحسابية بس. طب لو احنا جينا بقى للعمليات العقلية كلها واعتمدنا على الذكاء الاصطناعي، فإنسان المستقبل لو اعتمد على الذكاء الاصطناعي هيبقى أقل ذكاء من إنسان العصر أوكي. الحالي. عايز أدي مثال لقدرة الذكاء الاصطناعي الأخيرة على التحليل البيانات. جم مثلا مرة بيتكلموا على الحصانة بتاعت السبق وبيتكلموا على إيه المميزات اللي تميز الحصان ونقول إن ده probable إن هو هيخش السبق ويكسب. فجابوا الخبرة قعدوا يقولوا الحصان بيتعرف من عيلته ومين من عيلته قبل كده كسب سبق، واحد تاني يقول من عضلاته حجم عضلاته طول رجليه، قعدوا يتكلموا على الحاجات اللي هم شايفينها. جابوا برنامج للذكاء الاصطناعي بيحلل البيانات، دخلوا له كل البيانات اللي قالها الخبراء ودخلوا له كل القياسات الحيويه بتاعه الحصان والحصانه اللي موجوده وبتاع والنتائج اللي عملوها. طلعوا ان العامل نمره واحد اللي الحصان بيبقى شاطر علشانه هو سمك البطين الايسر في القلب بتاع الحصان. دي كان نو واي ان حد يعرف ان البطين الايسر ده هو اللي بيضخ الدم للجسم كله. فلما دي عمر البني ادم كان يعرف، فبيانات كتيره بيانات يقدر يعرفها الذكاء الاصطناعي. السيارات اللي بتتحرك، الكاميرات اللي موجوده في الشارع، المدن الذكيه اللي بتتحرك طبعاً. كل الحاجات دي تحليلها تحليل الجريمه، تحليل المكالمات اللي بتيجي مثلا 911 وغيره، الجرائم فين، نقدر نرسم خريطه للجرائم والتوقيتات بتاعتها واحتمالياتها بتحصل ايه، فنبتدي نقدر ان احنا نجابهها، مجابهه الجريمه او ان انا احرك القوات بتاعه المطافي والاسعاف واحطهم فين اقرب من فين. كل الكلام ده واداره الازمات بتتم من خلال تحليل البيانات. المخدرات الرقميه، يعني ايه المخدرات الرقميه؟ طيب هو في حاجة اسمها المخدرات الرقمية، هي مجرد مقطوعات موسيقية صوت تون كده بيتسمع، فلما الشخص بيسمعه بيحس بحالة نفسية وإيفوريا كده وحالة راحة شديدة. لكن مع الوقت ولما يقطع الاتصال بالمقطوعة دي يحس انه متضايق فعايز يسمعها تاني، فيسمع تاني يسمع تالت ويبتدي يحس بحالة النشوة دي تاني زي كانوا بياخد مخدرات. بعد كده ودي بس بتتعمل على الرقمية على الديجيتال، يعني ما هي إيش مقطوعة ممكن يتم عزفها بأي طريقة تانية؟ لا لا أو تتلعب بأي طريقة غريبة تانية أو بأي وسيلة تانية؟ لا أنا أو بأي منها آلة تانية؟ سمعت منها أجزاء، هي حاجات إلكترونيك قوي صعبة قوي، صعب إن حد يعملها. طيب أنا تعودت على المقطوعة دي بعد كده مش هتجيب لي نفس التأثير، فعايز أسمع مقطوعة تانية أخش ألاقيها بفلوس،
ادفع بقى مش عارف كام دولار عشان تسمع المقطوعة دي. وفي ناس عندهم إدمان للاستماع للموسيقى دي وبيدفعوا فيها فلوس. وهي ايه شكل المزيكا دي؟ الكترونيك ميوزك يعني؟ أوكي. جميل. ايه المخاوف من وجهة نظر حضرتك اللي شايف انه احنا لازم زي ما احنا بنستوعب كل جديد بنتعرض له في التكنولوجيا وكل تقدم وكل تطور وبنعرف نستفيد منه، ايه المخاوف اللي لازم نكون مصحصحين لها عشان برضو ما نروحش في حتة احنا ممكن ما نرجعش منها؟ في الذكاء الاصطناعي طبعا، في الذكاء الاصطناعي لانه ممكن يتم استخدامه بطرق مختلفة. طيب الذكاء الاصطناعي من المشاكل اللي موجودة فيه ان هو فيه انحيازات. اللي عاملين الذكاء الاصطناعي دول البيانات اللي داخله للمنظومه لو البيانات منحازه هيطلع نتيجه منحازه، ولو البيانات اللي داخله موضوعيه والخوارزميات منحازه تطلع نتيجه منحازه. فانا ممكن اساله سؤال فيرد عليا برد منحاز لثقافه معينه او لهويه معينه او حاجه بعيد عن الثقافه والهويه بتاعتنا. ممكن يثبت لي وجهه نظر احنا في مجتمعاتنا شايفين انتماءاته ممكن تبقى خالص ما تتماسبنيش. يعني دي من الحاجات اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي. من المخاطر اللي انا بقول لحضرتك عليها ان انا اعتمد على الذكاء الاصطناعي واقلل الاعتماد على عقلي. وان انا خلاص اعطل لو انا الكمبيوتر اللي عندي ما بقاش متصل بالانترنت انا مش عارف اعمل حاجه. بالظبط كده عامل زي لما اقول 9 في 6 بكام وانا معيش كالكوليتر. جميل. انا سعيده بلقاء حضرتك واتمنى ان شاء الله احنا نتقابل تاني إن شاء الله. في اعمال ثانيه وفي اصدارات ثانيه لحضرتك ان شاء الله. ميرسي جدا. بشكر ضيفي نورنا النهارده في الاستوديو الكاتب والمهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وامن المعلومات اللي اتكلمنا معاه عن كتابه الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. زي ما دايما بنقول التكنولوجيا وامر واقع، التطور اللي بيحصل احنا لازم نتصالح معاه، بس مهم جدا ان احنا نعرف نستخدمه ازاي، ومهم جدا ان نكون احنا اللي بنستخدمه مش هو اللي بيستخدمنا. شكرا. كان معكم رانيا السيد.